يقول: هل يأثم من يمنع أقرباءه وجيرانه من حضور الغداء أو العشاء في العزاء؟ لا، هذا قد يثاب، لأن هذا العزاء وهذه الحفلات وهذه الخسائر المالية ما لها أصل، هذه كلها ما لها أصل، الواجب تركها وإراحة المسلمين منها. فالذي يمنع أولاده أو أقاربه من ذلك هذا على خير إن شاء الله، لأنه يريد أن ينكر هذه الأشياء. نعم.